خدمة تبقى الفراش ويانا احنا في البناي طبعا لها وايد نقاط. في البداية طبعا احنا نروح نسوي فحص للمكان ونتأكد ان كانت شقة لازم يصير سيرفس الشقة كامل. بق هو عادة عن طريق اللاندري او من سفر، جاي من سفر او انت مشتري اغراض من برا او جايب اغراض من برا. العمال اللي يشيلون الاغراض هم عندهم في سكنهم بق فراش فينشرونه وياهم في العمل ويوصل لك انت للبيت. بق الفراش طبعا هو يمتص الدم ويعرف مكان وجودك عن طريق ثاني اكسيد الكربون. تخيل وياي انت نايم، كثافه ثاني اكسيد الكربون عاليه في المنطقه اللي انت فيها او في السرير اللي انت فيه، فبق الفراش يعرف هذا انت موجود هنا عن طريق ثاني اكسيد الكربون، فيجي هو يتغدى على دمك. فهو طبعا يعضك وياخذ له من 3 دقائق لعشر دقائق لفتره الاشباع. هل إذا نظفنا الشقة والغرفة وبدلنا الأثاث وصبغنا الطوف وبدلنا كل شيء تنتهي مشكلة بقى الفراش؟ لا طبعاً ما تنتهي مشكلة بقى الفراش لأسباب عدة. يكفي إن أقول لكم إن بيض بقى الفراش بتم موجود يعني في الشقوق في أماكن ما معينة، لأنه وايد كذا حالات الناس سوت الشيء وما جابت نتيجة نهائياً. مثل ما بق الفراش حشرة مؤذية والناس تضايق منها وتخاف منها، هم أيضاً مكافحتها متعبة وطويلة وتاخذ جهد. فإذا عانيتوا من دي المشكلة ولما تشوفون حشرة تقتلوها وتطلع منها دم، في احتمال كبير إن تكون بق الفراش، بس لكن عليكم الاتصال والاستفسار عساس نتأكد لكم إذا كانت بق فراش أو لا، أساس بعدين نعطيكم الحل ومع ضمان 6 شهور. سلام.